قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. انتظر، لن أسمح لك بالفوز. هيه، أنا الفائز، أنا من وصلت للنهاية أولاً. ولكنني سبقتك، وأنت من منعني. ولماذا استسلمت لي بسهولة؟ أنا الفائز، أين جائزتي؟ الجائزة من حق خالد، ها هو القلم الذي قررنا أن نعطيه للفائز. أنا الفائز، ولن أسمح لأحد أن يأخذ مني جائزتي. كيف تشعر بطعم الفوز وقد اعتديت على صديقك وسلبته حقه؟ أنا يا أستاذ؟ نعم، ولكننا اتفقنا أن من يصل إلى خط النهاية أولاً هو الفائز، وأنا من تمكنت من الوصول أولاً. استخدمت قوتك لتمنع صديقك خالد من الفوز رغم أنه هو من وصل قبلك، وعندما اعترض أصدقاؤك وقرروا إعطاءه الجائزة اعتديت عليه ثانية وأخذتها منه غصبا. لم أكن أظن أن هذا اعتداء على حقه، كنت أعتقد أنني تغلبت عليه وفزت. أعرف أنك تحب الفوز ولم تكن تقصد إيذاء خالد أو الاعتداء عليه، وأعتقد أنك قد فهمت الآن. نعم. وما الذي ينبغي عليك فعله إذن؟ تفضل يا خالد، أنت من تستحق الجائزة. فلنحيي كل من خالد وسامي. نحيي خالد لأنه الرابح، ونحيي سامي لأنه اعترف بخطئه واعتذر.